اهلا بيكم مره تانية على انت عارف وفيديو جديد او حلقه جديده من وكاله البلح. النهارده فيديو تنسيق مشترياتي من وكاله البلح. هنشوف ازاي انا نسقت اللبس اللي اشتريته من وكاله البلح بطريقه حلوه جدا وعصريه. ما تنسوش تسيبوا لي رايكم في الكومنتات تحت، وهل عجبتكم سلسله وكاله البلح دي ولا لا؟ بصراحة أنا عجبتني جدا التجربة وحاسة أن أنا عايزة أعملها تاني، فهي ريت تقولي في الكومنتات، لأن أنا بشوف أن أنتوا بتشوفوا الفيديوهات بس وما بتعملوش أي حاجة لا كومنت ولا لايك. فما تنسوش تسيبوا لي رأيكم وكمان تعملوا لايك، ويلا نبدأ. Thank you.
ما تنسوش تاخدوا لفة في القناة وتشوفوا الفيديوهات الكتير اللي احنا عاملينها، كلها تعجبكم ان شاء الله. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو لايك، تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس الاشعارات عشان اول ما نزل فيديو جديد يوصلوكم بسرعة. شير مع اصحابكم المهتمين بوكالة البلح، وكمان سيبولنا تحت تعليق برأيكم هل نكمل في سلسلة وكالة البلح دي ولا لأ. وسلام.